استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة العربية. وقد قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء في ظل قيادتها الحكيمة. وخلال اللقاء جرى التأكيد على ما يربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات ووشائج متميزة وتنسيق وتشاور فيما يتعلق بمصالحهما المشتركة والقضايا ذات اهتمام البلدين المشترك. كما جرى استعراض لأعمال القمة والقضايا المدرجة على جدول أعمالها مع التأكيد على أهمية خروجها بالقرارات والنتائج التي تعزز العمل العربي المشترك والتضامن تجاه ما تواجه الأمة العربية من تحديات وأخطار تهدد حاضرها ومستقبلها وأمنها واستقرارها ووحدة أراضي دولها. وقد حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.